أهلا بكم. يحتل العراق المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في عدد المصارف الأهلية، حالة يقول عنها خبراء الاقتصاد إنها انعكست بشكل سلبي على سعر صرف الدولار، لكونها تمثل بوابة لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، وبالتالي التأثير المباشر في سعر الصرف الذي يربك حركة البيع والشراء ويؤدي إلى شلل السوق المحلية. يبلغ العدد الكلي للمصارف في العراق 81 مصرفاً، 7 منها حكومية، أما البقية فهي أهلية وتمثل نسبة 91% من عدد البنوك في القطاع المصرفي العراقي، وهي نسبة تعد الأعلى بالقياس مع دول المنطقة بل وحتى دول عظمى مثل بريطانيا. وتحتل المصارف الإسلامية نسبة الثلث من مجموع مصارف العراق ب 29 مصرفاً، أكثر من نصفها طالتها العقوبات الأمريكية بتهم غسل الأموال وتهريب الدولار، حيث تعد نافذة بيع العملات الأجنبية في البنك المركزي المصدر الأساس لأرباحها بحسب خبراء اقتصاد. وبحسب إحصاءات رسمية، فإن 2000 شركة صرفة مجازة تعمل في السوق المحلية إلى جانب 300 شركة غير مجازة ترهق الاقتصاد وتمثل قطاعات مالية مشبوهة تسهم في ضرب الاستقرار المحلي عبر أساليب المضاربات والاحتكار. وفي المحصلة، فإن ثنائية المصارف المتهمة بغسل الأموال وتهريبها وشركات الصيرفة البعيدة عن الرقابة تمثل ركناً أساساً في تذبذب سعر الصرف وضرب الاقتصاد المحلي، ما يستدعي تحركاً جاداً للسيطرة على تدفق العملة إلى الخارج والتلاعب في السوق الموازي.